اضرب هنبقى أقوى. الحكاية كلها باختصار بسيطة جدا، ناس ما صلتش الجمعة راحوا قتلوا ناس كانوا بيصلوا الجمعة. قال إيه؟ علشان هم كفار. بذمتك تستقيم، بذمتك ده منطق، بذمتك ده عقل، بذمتك تشوفها فين؟ ناس ما صلتش الجمعة باختصار شديد جدا راحت تقتل ناس تانية عشان بتصلي الجمعة لأنهم كفار. ده يخلينا نرجع للي قاله جمال بخيت زمان، دين أبونا إبراهيم رش جمر النار حنين على الخرايط والأماكن، اتولدنا طوافين ذاكرين. دين أبونا لو مسيحي رحمة للعالمين، نصرة لأجل المظلومين. اللي أنا بقى معرفوش الوحوش الكروش اللي لو طالوا رقابينا بينهشوا وما بيرحموش. دين أبوهم اسمه إيه؟ أو النبي دين أبوهم اسمه إيه؟ اللي مشيوا بالبلاد للبلادة، اللي فتاويهم فساد للعقل يقضي على العبادة، اللي مسحوا من الآيات معنى الشهادة، لوسوا الدم في عروقنا، سد عين الشمس فوقنا، سرقوا ضوءنا، صدروا نيلنا ودفعونا تمن وضوءنا. دين أبوهم يبقى اسمه إيه؟ حد فيكم يعرف دين كل أتباعه لصوص؟ حد فيكم يعرف دين كل أتباعه لصوص؟ أو قوى دين في المعاصي مولدين، في الكراسم أبدين، في التفاهة معدودين، في السفاهة مفرودين، على البلاها مسنودين، للشراهة مجندين، على القرف متعودين، على الشرف متمردين، على الوطن متنمردين، بالخيانة بس موحدين. اللي يعرف دين كده بذمتكم، اللي يعرف دين كده، دين يخلي ناس ما صلتش الجمعة تقتل ناس بتصلي الجمعة، اللي يعرف دين كده يقول لي اسمه ايه؟ اللي انا بقى معرفوش الوحوش الكروش اللي لو طالوا رقابينا بينهشوا وما بيرحموش، دين ابوهم اسمه ايه؟ اللي وضحت دي؟ خد التانية برضو. لم يعد الامر دلوقتي عملية تأويل خاطئ او فهم خاطئ للدين، وما بقاش خلاف فقهي. اهل الارهاب ليهم دين تاني، انتهى الموضوع. ده اللي لازم يبقى واضح عند كل الناس. الاسلام دين بيحفظ حرمة الدم وينشر السلام والتسامح. دول ما بيحفظوش حرمة الدم. واللي ما يعرفش ده دلوقتي، او اللي رافض ده دلوقتي، او اللي بيقول غيره دلوقتي، صدقوني هو مجرد داعشي صغنن كده متخفي. هو مجرد ارهابي محتمل، زي حبارة كده يروح يحضر درسين لمحمد حسان ويعترف في التحقيقات ان دروس محمد حسان هي اللي علمته تكفير المجتمع، بينما محمد حسان بيعمل لنا اعلانات ان هو راجع في رمضان اللي فات، او بيدي دروس لسه عادي جدا وبيظهر عادي جدا. هي كده الحياة، كده منطق، معادلات رقمية. حبارة يعترف ويقول ان ده استاذه، يتسجن حبارة ونسيب استاذه. الارهابيين يعترفوا ان ممكن فلان الفلاني اللي جوه السجن ده هو القائد، واحنا قاعدين بنعلف ونأكل جوه السجون، والقضاء حتى مش قادر يمشي بنفس السرعة اللي ماشية بيها مواجهة الارهاب في سيناء والواحات. نمرة ثلاثة، منطقة بير العبد وقرية الروضة اللي فيها المسجد بعيد عن العريش. هذه المنطقة بعيد عن العريش بمسافة تقريبا 50 كيلومتر. ده يعني تقدر تفهمه بمنتهى البساطة ان الجماعات الارهابية في شمال سيناء وصلت الى مرحلة من العجز والضعف والتوهان اللي بيخليها تستهدف مناطق بعيدة عن المراقبات الامنية الشديدة في العريش ورفع، زي الفار بالظبط. حطيته في الاوضة 3-4 مصايد شوية سم فران، هيحاول يهرب على اوضة تانية. نمرة 4، العملية الاخيرة اللي حصلت النهاردة على رغم بشاعتها وعلى رغم خسائرها الكبيرة بشريا، إلا إن محدش هيعجبه الكلام ده بس دي الحقيقة، إلا إنها دليل كبير جدا على فشل وضعف وعجز وعدم إمكانية الجماعات الإرهابية المسلحة
في سيناء على تنفيذ عمليات ضخمه زي اللي كانت بتعملها زمان ضد الجيش والشرطه، وبالتالي لما انت تبقى خلاص مش في ايدك حاجه وضعيف بتروح تضرب الاضعف منك، تروح على المكان اللي محدش توقع ان انت تروح هناك، فتروح تفجر مسجد وتقتل الناس اللي موجودين فيه وهم عزل من السلاح. عشان تعمل ايه؟ عشان تنشر الذعر والفزع. بس هم حتى هذه اللحظه، هم تاني حتى هذه اللحظه اجهل من ان هم يفهموا الشعب المصري. ليه بقول ان هم اجهل من ان هم يفهموا الشعب المصري؟ لانه ما فيش لحظه تاريخيه في عمر البلد دي الا واثبتنا فيها ان الشعب ده بيلم على بعضه ويبقى ايد واحده وقوته بتتضاعف لما الضربات بتقوى. هي كده طبيعتنا، كده ربنا خلقنا كده. تضربنا اكتر نتماسك اكتر، نتحمل اكتر، نصبر اكتر، نهبدك اكتر. طبيعه العمليه الارهابيه النهارده نمره 5. طبيعه العمليه الارهابيه النهارده في مسجد الروضه دليل قوي كمان على ان الجماعات الارهابيه في سيناء فقدت كل امكانياتها وقدراتها على تنفيذ عمليات معقده بعد ما كانت بتهاجم قبل كده باعداد كبيره وتكنيكات واسلحه حديثه في الهجوم على الكمائن. نمره 6. بقى واضح جدا دلوقتي من هذه العمليه البائسه ان هي محاوله رد من عاجز على سلسله النجاحات المصريه الاخيره في مواجهه الارهاب في سيناء او الواحات. وبالمناسبه اوعى ابدا خالص خالص ما تربطش ما بين هذه العمليه وبين نجاح مصر في الالم الكبير اللي نزل على قفا الاتراك بعد كشف الشبكه التركيه للتخابر ضد مصر، وكان فيها 29 واحد، وكان عندك من ضمن الاحراس كده صوره لمبنى موجود في قلب تركيا، فانت مصوره وعامله كده وكانك بتقول لهم لا حبيبي انا موجوده في قلبك. 7. ان الدعم الاجنبي للارهابيين في سيناء بالمال والسلاح دخل في مرحله متطوره شويه، مرحله هدفها ارباك مصر بتمويل دخول المقاتلين الاجانب اللي فارين بقى من سوريا وليبيا الى القاهره عشان ينشروا الفوضى. هو ده الملمح اللي لازم تاخده دلوقتي، ان هم شغالين يدفعوا فلوس دلوقتي مش على السلاح على قدر ما هم يدخلوا المقاتلين الاجانب اللي بقاش ليهم شغله في سوريا وليبيا، يدخلوهم على مصر باعداد مهوله جدا، لكن احنا قادرين نصد. حياد وعند فكره القوافل للدعويه، فكره الحياد هنا انه خلاص ان الاوان انت في ظهر بلدك. فالسؤال التالي، هل مصر دلوقتي بتتحمل وجود اهل الميوعه ما بين جنباتها؟ يعني هل مصر دلوقتي فيها ناس لسه شايفين واحد زي البرادع رمز وحتى هذه اللحظه ما عادش مسك اللابتوب بتاعه كتب كلمتين لدعم هذه الدوله رغم ان احنا مش محتاجينهم بس بنسال؟ هل احنا مصر دلوقتي تتحمل وجود اهل الميوعه؟ الناس اللي بتشمت وبتفرح وبتشجع وبتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي او منابر المساجد في الزاويه الصغيره عشان تنشر التطرف، او بتشجع العمليات المسلحه حتى لو بالصمت او الشماته؟ ادعوك ادخل بص مثلا على صفحه الحريه والعداله او الشرق او شبكه رصد، ادعوك انك تدخل تبص على التعليقات، الاف التعليقات من مواطنين موجودين في محافظات مصر شايفين اللي حصل ده عادي يا جماعه، مبسوطين بيه، فرحانين بيه. ده بيكتب دلوقتي على فيسبوك، بعد شويه لو مسك سلاح هيدخل عليك المسجد بتاعك برضه. هل مصر دلوقتي في حاجه لمزيد من الصبر على الناس اللي مالوا صحات الدنيا تبرير وتعاطف مع عمليات الارهاب ضد جنودنا تحت زعم ان الارهابيين لا يواجهون الا قوات الجيش والشرطه؟ طب اهو يا سيدي ادي المدنيين اتضرب. هل بقى منطقي ان احنا نسمح ونصبر على خطابات زي البرادع ومورديه اللي بتقول للعالم ان اللي بيحصل في سيناء ده مواجهات عنف مش معركه وطن ضد ارهاب مسلح؟ هل احنا محتاجين ده؟ هل هنصبر على ده؟ هل بقى منطقي ان ساحات الاعلام بتاعنا والاحزاب بتاعتنا والساحات السياسيه والثقافيه والفكريه تمتلئ بوجوه تتحدث عن جماعات الارهاب الداعشيه والاخوانيه وكانها جماعات بتسير اسفل رايه النبي عليه افضل الصلاه والسلام؟ هل بقى احنا عندنا رفاهيه ان نطلع الناس اللي بتكفر ونتعامل معاهم عادي؟ هل عندنا هذه الرفاهيه؟ اوعى تتخيل ابدا ان اللي حصل النهارده من استهداف مسجد الروضه نقله نوعيه، ابدا، انت بس اتخضيت عشان العدد كبير.
علشان مش حاسس ان انت كمواطن في حرب مباشره كان في ناس بتصد ارهاب عنك وبتموت. لكن انت النهارده حسيت بالقلق رغم ان اللي حصل النهارده ليه تاريخ شويه. تعال نشوف مع بعض كده تاريخ استهداف دور العباد. ما احنا في بلدنا ديننا علمنا ووطنيتنا علمتنا ان المسجد زي الكنيسه. فتعال نشوف تاريخ الارهاب في استهداف جماعات او دور العباده. تعال نشوف عشان تعرف الفجر واصل لحد فين، عشان تعرف انه المساله مش مساله اديان، ان المساله مش مساله نصر الدين، لانه اكيد اللي عاوز ينصر دين مش هيروح يقتل الناس اللي بتصلي. طب على الاقل يا اخي دول بيدخلوا الجامع، يعني لو انت عاوز حتى تجيبهم وتجيب رجليهم سهله، قاطعين خطوات. ورينا يا جماعه الانفجرات بعد اذنكم. طيب يوم 9 ابريل 2017 جايبين من فوق لتحت، حصل تفجيرين، الاول استهدف كنيسه ماري جرجس في طنطا، والثاني وقع امام الكاتدرائيه المرقسيه في مدينه الاسكندريه. ده كان استهداف لدور العباده زيه زي اللي حصل النهارده في المسجد. اللي بعده يوم 11 ديسمبر 2016 تفجير وقع في مكان مخصص للنساء بالكنيسه البطرسيه الملحقه في مجمع كاتدرائيه الاقباط الارثوذكس بحي العباسيه في القاهره، وده خلف حوالي 25 شهيد مصري واصابه 50 اخرين. اللي بعده 9 ديسمبر 2016 شارع الهرم انفجرت فيه عبوه ناسفه كانت بتستهدف كمين، الكمين ده موجود والعبوه اتزرعت في شجره جنب مسجد الاسلام نتج عنه استشهاد، او مسجد السلام في الهرم نتج عنه استشهاد 6 من رجال الشرطه واصابه 3 اخرين. يعني اهو 26 يوليو 2016 تفجير في مسجد الامام الصادق بالكويت ادى الى مقتل 27 مصلي وجرح 227 اخرين. ده الارهاب، بيقول لك نصرة الدين بقت في تفجير المساجد وقتل المصلين. جديدة جديدة. 29 مايو 2015 تفجير مسجد العنود في مدينة الدمام بالسعودية أثناء صلاة الجمعة، وده أدى إلى قتل 4 وإصابة آخرين بعد أن تصدى للانتحاري وأحبط محاولته 3 من الشباب اللي كانوا بيصلوا بيصلوا بيصلوا. 22 مايو 2015 داعشي فجر نفسه بحزام ناسف ما بين المصلين في مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القضيح في محافظة القطيف في السعودية، وأدى هذا إلى سقوط 21 شهيد وإصابة العشرات. بيصلوا بيصلوا. 20 أكتوبر 2013 هجوم مسلح استهدف كنيسة في الوراق بمحافظة الجيزة، وده خلف أو قتل أربعة، استشهد فيه 4 أشخاص وإصابة 18 تانيين. فاكرين حس الوراق طبعا. 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض ربع، عملوا ايه بقى؟ هم بيفضوا ربع وبيتضربوا هنا، راحوا هاجموا عده كنائس في عده محافظات كانهم عاوزين يعاقبوا الامن، فراح يرد على الناس اللي بتصلي برضه. اللي بعده 9 و10 يونيو 2013 عناصر الدواعش دمروا وحرقوا 11 كنيسه ودير من اصل 35 موجوده في الموصل بالعراق، ودمروا قبر نبي الله يونس ثم مقام نبي الله شيت. يعني انت بتتكلم في كل البلدان العربيه او غير عربيه، الارهاب اللي بيقول بينصر الاسلام بيقتلوا ويفجروا المساجد. فبراير 2006 تنظيم القاعده في العراق فجر ضريح الامامين علي الهادي والحسن العسكري في سمراء في العراق، ودول مقدسين جدا عند الطائفة الشيعية. يعني هو مش فارق معاه كنيسة هضرب، بتصلي بتعرف ربنا هضربك، إلا إذا كنت عاوز تعرف ربنا عن طريقنا. ومعرفة ربنا عن طريقنا معناه أنك تكون عبد لينا قبل ما تكون عبد ربنا، لأنك لازم تسمع إيه؟ لازم تسمع كلام الأمير، تسمع كلام الأمير وما تقولوش حاجة، لأن الأمير ده مفوض عند ربنا. فبراير 2006 ميليشيات مسلحة أحرقت 168 مسجد سني وتعرضت للهجوم، وتم قتل 10 أئمة في المساجد وخطف 15 آخرين في بغداد وحدها. يعني حتى الإرهاب اللي من الناحية التانية بيروح في المساجد. 31 أكتوبر 2010 الحادثة اللي كلنا فاكرينها، تفجير كنيسة سيدة النجاة، وده 58 شهيد وإصابة 78 آخرين. في حاجة تانية؟ في حاجة تانية؟ أيوة، الحادثة الضخمة الكبيرة بقى. 1 يناير 2011 تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، 21 شهيد و97 جريح. يا مؤمن يا اللي بيضحكوا عليكم بيقول لك احنا عاوزين ننصر ربنا، اللي عاملين أغاني وشعارات وكانوا زمان بيملوا الجامعة، رسولنا قدوتنا، قرآننا دستورنا، بذمتك في حد يقتل ناس بتصلي في المسجد؟
مهما كان الخلاف، مهما كان الخلاف، اعتقد انه مفيش ناس عريانة دلوقتي اكتر من جماعات الاسلام السياسي. عموما قبل ما اروح لفاصل اسيب حضراتكم تسمعوا كلمة الرئيس، واعتقد كلمة الرئيس النهاردة كان باين جدا ما فيها من حزم وحسم وغضب وقوة وحزن كمان، واستخدام لفظ القوة الغاشمة. اعتقد انه ده اعلى مصطلح استخدمه الرئيس وهو بيتكلم مع الجماعات الارهابية. ومن هنا ورايح الضرب المصري هيكون في العمق، عمق من قال عنهم الرئيس انهم يمولون او يحرضون او يشمتون او يساعدون او يدعمون. مصر مش هتسيب حد، وده مش كلام، احنا اتعودنا كده. 67 برضو اوهمونا ان احنا مش هنعرف نجيب ارضنا ولا دم ولادنا، وجبناه. فحسس الواحات قال لك اوبا الساعي خلاص راح مش هنعرف نجيبه. لا ده احنا جبناه وجبنا الحي معاه وجبنا جثثهم او جثثهم في الشوله. زي ما قلت لكم احنا دلوقتي في مصر مشغولين بما هو اهم. ايه هو الاهم بالنسبة لنا في مصر دلوقتي؟ بنحسب المساحات اللي هنحفر فيها القبور علشان نحط فيها هذه الجيف، سواء كانت الجيف دي جثث او افكار. واعتقد ان احنا ان شاء الله، او مؤمن ان شاء الله ان احنا هننجح. وقبل ما تقول لي انا عارف ان في ناس دلوقتي بتحب تلعب نغمة مؤامرات، ايه يا عم ومش عارف ايه يا عم، لا لا، هو مش عاجبهم مصر بتعمله. هذا النجاح اللي حصل في فلسطين وفي سوريا وفي ليبيا وفي جنوب السودان وفي لبنان مؤخرا مش عاجب حد، فبيحاول يكسرك. اقول لك النهارده كان في خبر، اول خبر نزل على وكاله رويترز، هذه الوكاله العالميه اللي الناس عندنا هنا يقول لك ايه المهنيه، ان المهنيه والكلام الكبير ده، بس هي المهنيه اصلها بالمزاج. وكاله رويترز والله العظيم ده كان مكتوب، انا اسف بس ما عرفتش اجيب، هجيبه لحضراتكم بعد الفاصل. كانوا كاتبين الاتي، كاتبين انه جماعه من المسلحين استهدفوا المصلين المؤيدين للدولة. شوفوا ما عاوزين يبيعوا الموضوع ازاي، عاوزين يبيعوا الموضوع كده ان المؤيدين اللي جوه المصلين اللي جوه المسجد دول مؤيدين للدولة، فاحنا هنقتلهم عشان هم مؤيدين للدولة رغم انهم مصلين. هي دي الحدوتة باختصار، الحدوتة باختصار ان حضرتك او ناس مننا وصلوا لمرحلة من السذاجة ان هم قادرين يتعاطفوا مع جماعات ارهابية او جماعات الاسلام السياسي اللي ما بيصلوش الجمعة، وروحوا اقتلوا ناس بتصلي الجمعة علشان كفار.